معايا الحاج محمد من اسماعيليه، اتفضل. ازاي حضرتك يا استاذ سامح؟ بخير الحمد لله، ربنا يكرمك. بنحييك وبنحيي اسره الاعداد يا فندم، وكل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وحضرتك بالصحه والسلامه، ربنا يجعله خير علينا كلنا كمصريين يا رب. ربنا يبارك فيك يا فندم ويعينكم كده على اداء دوركم في خدمه مصر والنهوض بقى يا فندم. امين امين. احنا حضرتك عندنا مشكله الفساد، فساد الزراعه يا فندم. بالنسبه للتعدي على الارض الزراعيه مشكله مستمره في سوق السبت منذ 7 سنوات. ايوه. الارض اتعدوا على ارض يا فندم بمساعده رئيس القريه ومساعده الزراعه. انت فين الكلام ده؟ ثواني، في مكان ايه بتتكلم عن ايه؟ الكلام ده في سوق السبت وناس كتير اشتكت وبقالها كتير. يا حاج انت في مركز ايه؟ مركز الانطره غرب محافظه الاسماعيليه بمنطقه سوق السبت. ايوه. بنعاني من المشكله دي من فتره طويله، اللي هي التعدي على الارض الزراعيه. ارضي اعتادوا عليها وحولوها، هدموا المصارف وهدموا المراوي وغيروا معالمها الزراعيه كلها واعتدى عليها بالبنيان. هي ارضك، ارضك ارض ملك، ارض ملك بتاعتك انت يا فندم؟ ارضي ورثها عن والدي، وفي اجراءات التمليك منذ 2007، من 2000 واحنا في اجراءات التمليك، واعتدى علينا واحنا ومعانا بيها خرائط ودفعنا الوصولات وكنا في الاجراءات. وصولات ايه اللي انت دفعتها؟ انا بسال سؤال محدد. انت الارض دي، أيوة يا فندم، بتاعتك مين بقى اللي ندم الترع بتاعتها والمصارف؟ دي اقارب الترع والمصارف. الارض فيها صرف زراعي مغطى، بها صرف زراعي مغطى. مين؟ انا مش بسال عن نوع الصرف، بسال مين اللي ردمه. اللي هم المعتدين يا فندم. مين المعتدين؟ اصل ده حد جه من محافظه ثانيه ولا من نفس المكان؟ من نفس المكان واقارب رئيس المدينه السابق. لا انا مش عايز اسمه، بس اشخاص، لان انا ما عنديش اي دليل على حضرتك بتقوله. انا عندي مشكله، هفضل ماسك خيوطها لغايه لا اعرف لو فعلا ليك حق، يبقى احنا لازم نجيبه. طيب ماشي، واحنا نحترم كده، واحنا عاوزين يا فندم. انت دلوقتي في الزراعه رحت قدمت عملت شكوى في الزراعه يا حاج؟ يا فندم وفي المحافظه وثبتوا وعرفوا وقدمت لهم الاوراق الداله على 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 احقيه بالارض ديت وكل حاجه ماشي، وثبتوا البيوت وثبتوا كل حاجه، بس أيوة. الازالات بتتم وهميه على الورق شكليه باسامي اشخاص مش موجوده، عشان الازالات دي بتنتهي في محضر في المباحث، لم يستدل على الاسم ولا على العنوان، لان هم بتوع الزراعه بيحاولوا يداروا نفسهم. دلوقتي في الفتره البسيطه دي بس اللي بداوا، لما اتكشف اللاعب بتاعهم، بداوا يعملوا ازالات شكليه برضو ويعملوا محاضر باسامي بعض الناس. مفيش قضيه يا فندم زي اي مكان في الجمهوريه، ولا بيتعمل لهم غرامات ولا ازالات حقيقيه. بقول لك ايه؟ بقول لك يا حاج محمد، يعني ايه مفيش ازالات حقيقيه؟ يا فندم بيجوا يعملوا شكل كده تمثيليه، بيقولوا للراجل هنعمل لك كده خبطه كده وبعملها، وبعض ده ايه مصلحتهم ان هم يقولوا للراجل هنعمل لك خبطه كده؟ ايه السبب يعني؟ ايه يعني ايه خبطه كده ليه؟ ده في الغالب ما دفعش، انما اللي دفع ما حدش بيجي له ولا بتعمل له. لا اصل الكلام اللي انت بتقوله ده ما هواش كلام سهل ولا هو هين يا فندم، موجود واقع، وانت اللي مسؤول، حضرتك مسؤول عنه واقع. علشان احنا هنبتدي نتحرك على فكره، احنا مش هنسكت. ايوه يا فندم، وحضرتك هتبقى مسؤول وهتسال، هتسال عن الكلام ده. اديني بقى، هتسيب رقمك علشان انا هكلم المهندس السيد عطيه يونس رئيس حمايه الاراضي. يا باشمهندس سامح، ايوه يا باشمهندس سامح، الاعلام له دور كبير في كشف الفساد. حضرتك انت دور كبير. حضرتك في نقطه بس لازم اوضح لك يا حاج، انا موافق على كل كلامك، بس انا عايز اوضح لك حاجه بعد اذنك. الاعداد سيب الحاج معايا، ما حدش يقطع عليه خالص. محاضر شكليه، الازالات وهميه يا حاج. دي شكل يا حاج، لو سمحت اديني فرصه، عشان انا ما بحبش يعني هنشتغل مع بعض ايدي في ايدك، ولا هي هتبقى مشكله من جانب واحد؟ لا ايدينا في ايد انت بقى. عاوز تتكلم هسيبك تتكلم وهنشكرك وهتبقى قلت اللي انت عندك، لكن انما انا عايز اشوف حل يا حاج. ماشي يا فندم، اسمعني، انا دلوقتي هنتواصل مع المهندس السيد عطيه يونس رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي، هاخد منك البيانات بالظبط بتاعت المكان ده، يرد علينا يقول لنا ايه الوضع، ايه التعديات اللي موجوده، ايه الازالات اللي تمت، وايه المحاضر التنفيذ فين هي، عشان نشوف اذا كان في حاجه اتزالت موجوده على الورق ان هي تم ازالتها وهي لسه موجوده في الطبيعه، نشوف مين اللي ماضي على الورق ده ونبتدي نتتبعه. يا استاذ سامح، ايوه، سؤال بسيط، سؤال بسيط. انا اعتديت على ارض زراعيه، بيتعمل لي محضر، بيبقى لي قضيه في القضاء وبيتحكم عليا فيها، سواء بالازاله ورد الشيء لاصله او بالغرامات. عايز الصراحه، عايز الصراحه، عايز الصراحه، لا لا اسمعني، السنوات الماضيه دي الارض الزراعيه تفرق دمها بين اكتر من جهه،
واحنا كنا بنطلع نتكلم يوميا يا جماعه خلوا بالكم من الارض الزراعيه ووزاره الزراعه. اسمعني، وزاره الزراعه اللي دايما متهمه، وزاره الزراعه وزاره الزراعه نفسها كانت بتستغيث بكل المحافظين عندنا تختلف الايه، هم اللي بيقودوا العمليه. انا هتابع ومش ولو في اي فساد او في اي مشكله زي دي لازم القانون ياخد مجراه. واحد خد قضيه وغرامه بتتعدى على ارض زراعيه وحاسب. اذا حصل ان واحد اتعمل له محضر وتمت وله قضيه وغرامات زي باقي الجمهوريه. طب انا عايز اطلب منك طلب، احنا لسه لينا يعني هنتكلم مره واثنين وثلاثه والاعداد هيتابع مع حضرتك، لكن للاسف انا وقت الحلقه انتهى، عشان كده هختم معاك وبعتذر للحاج حسين من الشرقيه كان معانا على الخط الثاني. إن شاء الله احنا نكلمك في حلقة بكرة. بشكر حضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير بإذن الله. شكرا. هذا البرنامج برعايه